بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز فرنين، نائب رئيس مقاطعة جنان الورد، مستشار جماعي لمدينة فاس. هذا اليوم الدراسي، هذا يوم دراسي لمقاربة موضوع الساعة الذي هو صيغ المرابحة للآمر بالشراء، لأنه إحدى التطبيقات المعاصرة التي صادق عليها القانون المغربي، واللي هي المغاربة كاملين في حاجة إلى هذه الصيغة. هذا اليوم الدراسي بطبيعة المشاركة ديالنا فيه ودعمنا كمقاطعة راجعة إلى الأهمية ديال هذا الصيغ ديال البنوك التشاركية والأثر ديالها، اللي كنشوفوه أنه أثر تنموي كبير جدا. وكذلك هذا الجامعة ديال كلية الشريعة اللي عندها الأثر الكبير في ذاكرة أهل فاس وفي ذاكرة علمائها وفي أبنائها. طبيعة الحال هذا اليوم الدراسي كنتوقعوا منه كثير مع التلة الطائفة ديال العلماء اللي كيناقشوا هذا الصيغ اللي الآن هي في محك التطبيق، واللي من أجل تجويدها ومن أجل تبسيطها ومن أجل أنها تخرج في حلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكون لها الأثر التنموي الكبير على الساكنة وعلى المواطنين والمواطنات المغاربة، حتى يتوفر لواحد العدد ديال الصياغ ديال التمويلات وما للمال من عصب الحياة في التنمية المستدامة على هذا البلد. وكنشكر كل المتدخلين والمتدخلات وكل الداعمين لهذا النشاط اللي هو نشاط كبير جدا في هذه الكلية العريقة اللي هي كلية ديال كلية الشريعة، اللي هي معلمة تاريخية، هي امتداد للقرويين. وكنشكر السيد العميد على هذا الندوة ولا التأطير ديالها والطلب ديالها، وكذلك مختبر الفقه والأصول، مختبر الحديث والأصول على مثل هذه التظاهرات. وكلية الشريعة معروفة بهذه التظاهرات الكبيرة اللي عندها الأثر الكبير، وخريج كلية الشريعة اللي هما الأمل ديالنا في التنمية المستدامة في المغرب عموما وفاس على وجه الخصوص. ولكم منا كامل أخلص التهاني وشكرا لكم.